السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اقول لك انا ما عندي مشكلة بس عندكم وظائف؟ لا. طيب اعطيني راتب. ما ينفع. ليش ما ينفع؟ انت عاطل شلون اعطيك راتب؟ يا اخي ليه ما تحترم العاطلين يا اخي؟ يا اخي حتى لو حارس امن تشغلني اي شيء. حتى لو حارس امن؟ انت يا حشرة تطول تصير حارس امن؟ حارس الامن هو اللبنة الاساسية في المجتمع، هو اللي يحرس كل شيء. انا هلا طال عمرك، هلا طال عمرك، هلا هلا. ما شاء الله حارس امن وجالس على كرسي مديره سايب البوابه والله مفصول ادفي مفصول طويل العمر مفصول ما تبغاه لا ما ابغاه عندك وظيفه 3000 اي اتقلع يلا يلا